بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم توفقت توفيق من الله سبحانه وتعالى واحمد ربي. جبت المركز الاول في الكواليفاين، الانطلاقه ان شاء الله من الاول بكره، والله يعين على السباق. بكره عندنا منافسين يعني دشوا ويا، وان شاء الله نحقق المركز وعلم العنابي ان شاء الله ما ينزل على البوديوم. Very happy to second position today, and I will be fight tomorrow for second victory. Will be good tomorrow. For tomorrow, it will be difficult, you know, because there is three cars in the border now. My father, Rob, and Manfred, they stuck in the border of Qatar. So they will be here tomorrow. I think they will let them to start from the end. I mean from the last position. So they will be faster than us because they are, you know, their time is easy. They can get 205, 206, and today I did 213. It was first time I drove my father car, and it's difficult, you know, it's sequential gearbox. Also the tires which one we used from last year, it was from last race when my father did, it was in May of 2011. So tomorrow we'll fix the new tires and we'll go more boost. So I will try for the first two or three laps with the Porsche, and we'll see what's going on. Well, there's a couple more fast cars coming tomorrow who are not here yet, so I'm expecting to do well, but probably lose second place, probably third, maybe fourth. طلع متاخر خبطت لا
قاعد يصورونه وقاعد بالريسات ينطر. يلا
المركز الثاني من دولة قطر جاسم السويدي من المركز الثاني والفائز بطل قطر يسلم الكؤوس للمركز الثالث راشد الصيد العامة في الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية. أما كأس المركز الثاني وكأس المركز الأول لناصر سعدون الكواري من يدي سلطان المريخي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وعضو لجنة البيئة في الاتحاد الدولي للدراجات النارية. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الوالد اللي جهز لي السيارة. طبعا لين أمس أنا ما عندي إني أشارك، يعطي العافية جهز لي السيارة كاملة من إلى كل شيء، قال تعال سوق هو شارك سباق المزارات يبارك له المركز الثالث. الحمد لله توفقت، كنت سايق بليفل يعني مش 100%، عندي أنا في جهاز بالسيارة عارف القاب بينه وبين الثاني تقريبا قريب الدقيقة، هديت على الأخير آخر ثلاث لفات الحمد لله فوز. طبعا ما راح أفرط فيه وأنا مرتاح، لازم أحاسب على السيارة للسباق الجاي إن شاء الله. في المركز الثاني من دولة قطر عمرو الحمد والفائز إلى متصدر بطولة قطر لكأس الإنتاج التجاري بالرود ريسينج جاسم المعاضيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة اللي شاركت فيها، والحمد لله أن منحني المركز الأول، وجدا جدا جدا سباق كان ممتع جدا، يعني كان المتسابقين متحمسين كثير. انطلقت من الأول وكانت في منافسة جدا قوية بالوان لاب، لكن الحمد لله يعني تفاديت هذه. أشكر على القائمين على هذه البطولة وأهدي الفوز هذا للربع والمدير مدير فريق بيرانا، وكما أشكر الرئيس الاتحاد وأشكر القائمين والمارشلية كلهم. شكرا.